البداية اسمحوا لي أن أرحب براعي حفل مهرجان نجوم الفن والإعلام في دورته الأولى رجل الأعمال السيد فواز الحساوي، شاكرين له تضحيته بوقته ليشاركنا في تكريم رواد الفن والإعلام من نجومنا الذين أثروا مسيرة الفن بالعطاء والإبداع. أيضاً نرحب بنجومنا المكرمين الذين قدموا وأعطوا وأبدعوا وأوصلوا الفن الكويتي إلى مراتب متقدمة نالت احترام العالم وأسهموا بشكل فعال في تطوير الحركة الفنية والإعلامية التي عكست الوجه الحضاري والإنساني لبلدنا الكويت. حين تكرم الشعوب عظماها من الفنانين والإعلاميين المبدعين فإنهم بذلك تكرم نفسها وتمجد تاريخها وترسم مستقبلهم بنجوم المجد والفخر والعطاء. ونحن اليوم إذ نكرم نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلام فإننا نزين صدورنا بهؤلاء النجوم الذين قدموا للحياة عطاء لا ينظر، أسهموا في رسم الفرحة على وجوه كثير من الناس. لقد تحدى هؤلاء النجوم كل الصعاب وقهروا المستحيل وتجاوزوا أنفسهم لينصهدوا في حب الوطن والناس ليتحولوا إلى قيوم تمطر حبا وفرحا وإبداعا فتصبح الحياة بهم أجمل وتغدو معهم أكثر رحابة وإشراقا. حبيت أشكركم على أشكر الأستاذ فواز الحساوي الحقيقة على هذا الدعم، وإحنا محظوظين بعد أن قامة كبيرة رياضية ورجل من رجالات البلد يهتم بالناحية الفنية، وهذا شيء صراحة إحنا نقدره ونعتز فيه ونحط على صدورنا وعيوننا. شكراً وعزيز. طبعا أنا أشوف الجمع الجميل هذا من النجوم من الكويت وأيضا من خارج الكويت اللي هما أيضا نجوم في سماء بلدنا نعتز فيهم، أختنا هدى وأختنا ميس وغيرهم إن شاء الله فضلا لا إهانة في اللي ما ذكرت أسمائهم. ولما نشوف قامات مثل الفنانة حياة الفهد وأبونا سعد الفري وغيرهم كلهم إن شاء الله كلهم نجوم على رأسنا. شكرا لأخونا أبو عزيز ما قصر بيض الله وجهه أن احنا سعيدين جدا أن نرى هذا الاهتمام والتكريم لفنانيننا في حياتهم على ما قدموا قامات كويتية ما شاء الله تبارك الرحمن يسعد فيها أبناء هذا البلد، دليل على طيبة الكويت وأهل الكويت وعلى رجال أعمال الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى وحكومتنا وبلدنا بفضل الله أن احنا نقدر فنانينا ونقدر من يعمل لأجل هذا البلد. التكريم دائما يتم للفنانين الموجودين، ولكن دائما الكويت سباقة انها تكرم كل الفنانين بغض النظر عن جنسياتهم، ولو اني انا خليجية والغير خليجي والعربي، وهذا معنى التواصل العربي وهذا معنى ان احنا كلنا أمة واحدة. فشكرا دائما وابدا الكويت والقائمين على هذا المهرجان، شكرا جزيلا. يا رب
قدرت أوصل البسمة ولو قليلة هالسنة إن شاء الله، بالسنة الجاية أقدم أفضل. وسعيدة جدا أقف الآن بين قامات كبيرة ومدارس كبيرة تربينا عليها وتراعنا. بصراحة أنا سعيدة اليوم وما تسعفني الكلمات الجميلة، وأنا أقف أمام المدارس الكبيرة الست حياة الفهد والأستاذ سعد الفرج والأستاذ داود حسين والمبدعين طارق العلي حبيبي وأخويا أستاذنا، جميع الفنانين الرائعين. أنا سعيدة أنه اليوم أقف أمامكم وتسمحوا لي، يعني تسمحوا لي جدا أنه أقدم شكري لكم أنه منحتوني الفرصة لأن أقف أمام أمالكم.